امبارح كانت ليلة نصف من شعبان وخلاص كلها 15 يوم، ونستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. كل سنة وحضراتكم بألف خير، لكن احتفال النصف من شعبان عندنا بيكون ليه طقوس خاصة من خلال التهالات وأناشيد دينية بتكون احنا دايما بنحب نسمعها في هذا الوقت بالذات. عشان كده احنا معانا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر المنشد الديني علي تمام. يا اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب. كل عام وحضراتكم بخير والساده المشاهدين جميعا بخير يا رب يا رب. طيب نبتدي نعرف الساده المشاهدين حكايتك مع الابتهالات بدات امتى؟ تمام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ كل امر ومنتهى. بالنسبه للابتهال ومدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فده شرف كبير وقدر عظيم لأي حد يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المدح يوم القيامة وبما نقوله في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لي فالبداية بتاعتي مع الإنشاد أو مع المدح كانت وأنا صغير في المرحلة الابتدائية. كان أستاذ اللغة العربية عليه رحمة الله أستاذ أحمد فوزي كان دايما بشكل مستمر في الاذاعه المدرسيه في طابور الصباح يقول هاتوا علي عشان نسمع اي حاجه، نسمع مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتدي اليوم بمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المرحله الاعداديه كانت استاذه اللغه العربيه برضو، يعني دايما بتوع اللغه العربيه هم اكتر حد خلاص بقى وبقيت انت المنشد المعتمد بقى في المدرسه بالظبط كده. استاذه اللغه العربيه استاذه هبه كانت دايما برضو في الاذاعه المدرسيه وفي الفصل في الحصص المتفرغه او الكلام ده كله عايزين نسمع مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نسمع انشاد. فبدا الموضوع من هنا منذ الصغر يعني بالنسبه للانشاد والمدح الديني يعني. طيب قبل ما نسالك سؤال اخر ونتكلم اكتر عن الانشاد الديني، تحب تسمعنا ايه دلوقتي؟ ان شاء الله يعني بما اننا في شهر شعبان وده شهر مبارك، نسال الله ان يعيده علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا بالخير واليمن البركات. فاسيادنا العلماء قالوا يعني هو ده شهر سيدنا النبي وشهر مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشهر الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه نزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيعني انا حابب ان انا اقول يا رايح للمدينه سلم لي على النبي. يلا قول له مداحك مشتاق لك يا نبي، ونسال الله ان يجمعنا جميعا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رايح المدينه سلم لي على النبي، وقول له مداحك مشتاق لك يا نبي. يا رايح المدينة سلم لي على النبي، وقول له مداحك مشتاق لك يا نبي. يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي. يا أجمل هدية من ربي يا نبي، إن لاحت لعينك قباب المصطفى وشفت المآذن وأدركت الصفا. إن لاحت لعينك قباب المصطفى وشفت المآذن وأدركت الصفا، امدح سيدنا النبي وصلي على النبي. امدح سيدنا النبي وصل على النبي، وقول له جمالك وحشنا يا نبي. يا رايح المدينة سلم لي على النبي، وقول له مداحك مشتاق لك يا نبي. يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي. يا أجمل هدية من ربي يا نبي، وخدوني للمدينة أزور سيدنا النبي. أحمد ده نور عينينا ومدح مذهبي، وخدوني للمدينة أزور سيدنا النبي.
أحمد ده نور عينينا ومدحو مذهبي والشمس يا نبي والبدر يا نبي والشمس يا نبي والبدر يا نبي بيسطع ضياهم من نور النبي ويا رايح المدينة سلم لي على النبي وقول له مداحك مشتلك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا شفيعي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي بالروضة البهية مقامك يا نبي وروايحك زكية والعنبر يا نبي بالروضة البهية مقامك يا نبي وروايحك زكية والعنبر يا نبي ما انت البدر التمام وانت نور المقام ما انت البدر التمام وانت نور المقام وانت عروس القيامة وأمرها يا نبي يا رايح المدينة سلم لي على النبي وقول له مداحك مشتلك يا نبي يا رايح المدينة سلم لي على النبي وقول له خدامك مشتلك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي والكبة الكبة الخضراء دي بيتك يا نبي وأنوار بتشعشع من نورك يا نبي والكبة الكبة الخضراء دي بيتك يا نبي وأنوار بتشعشع من نورك يا نبي ده النور نور النبي والنظرة من النبي ده النور نور النبي والنظرة من النبي ده النور نور النبي والنظرة من النبي ولمحة من عينك تكفينا يا نبي يا رايح المدينة سلم لي على النبي وقول له مداحك مشتلك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي عليه أفضل الصلاة والسلام وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله الله عليك يا شيخ علي، موهبة ما شاء الله عليك، صوتك جميل جدا، ربنا يبارك. طيب أنت بدأت والمدرسين كانوا بيدعموك زمان وأنت صغير وبيشجعوك، لكن مين اللي خد بإيدك بقى ناحية الإنشاد؟ مين مثلك الأعلى في المنشدين؟ والله هو سيدنا الشيخ نصر الدين تبار عليه رحمة الله، سيدنا الشيخ محمد عمران عليه رحمة الله، الله. سيدنا الشيخ النقشبندي عليه رحمة الله، عليهم رحمة الله أجمعين، التراث العظيم اللي هم تركوه لنا، يعني دول أسيادنا وتاج راسنا في موضوع الإنشاد والابتهالات الدينية في مصر. يعني بعد كده بدأت أسمع بقى الفرق الدينية زي فرقة الإخوة بشعر، فرقة المرعشلي، سيدنا الشيخ محمود ياسين التهامي والسادة المنشدين جميعا يعني، وبدأت أسمع كتير، ويعني لم يحالفني الحظ في أكثر من مرة أن أنا تقدمت لنقابة الإنشاد الديني، وكنت دايما بقع في اختبار الموسيقى لأن أنا مش دارس، فكنت دايما بقع في الاختبار، فما كنتش يعني للأسف بكمل، أو ما كنتش يعني بيحصل لي أن أنا أتقدم أو أكمل في النقابة يعني. فأتميت بعد كده بقى يعني مع نفسي، وبدأت ألتجئ للسادة المنشدين اللي هم بيدربوا الشباب برا يعني. بس طيب بما أنك بقى يعني أجريت الاختبار أكتر من مرة زي ما كنت تتكلم معنا، ويعني كنت مصر أن أنت تتدرب بشكل أكبر، شايف إيه العناصر اللي لازم تكون متوفرة في المنشد الديني، خاصة أنه حتى كلمات الابتهالات والأنشيد الدينية بتكون إلى حد ما مش سهلة؟ والله حضرتك هو يعني المنشد الديني لازم أولا يكون ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بموهبة الصوت،
اكيد، لان في ناس كثيره بتدخل المجال وهي صوتها يعني ربنا يسامحهم على اللي هم بيعملوه في الناس يعني. صحيح، فلازم صح. اول خطوه ان يكون عنده الموهبه، ودي حاجه من ربنا سبحانه وتعالى ما بنكتسبهاش. اذا ربنا انعم عليه بعد كده بيبدا بقى يتقدم، ياخد الخطوات واحده واحده، يعني يبدا يدرس مع حد متمكن، يدرس في نقابه الانشاد، يدرس في اي مكان مع حد من الساده المنشدين بره، يهتم اكتر واكتر، يسمع كتير لسيادنا المنشدين والمتهلين العظام في السابق وفي الحالي برضو. صحيح. ويبدا بقى يقول على اللي بيسمعه، يبدا يقول عليه كويس، وربنا بيفتح بقى بعد كده يعني ان شاء الله. انت ذكرت ثلاثه من العظماء في مجال الانشاد والابتهالات، انت قريب من مين، او تقدر مثلا تقول الانشاد بتاع مين فيهم الثلاثه؟ والله ويمكن سيدنا الشيخ نصر الدين طبار شويه في ابتهال سبحت لله في العش الطيور. طيب لو ممكن نسمعه يبقى كتر خيرك يعني. تمام، حاضر. سبحت لله في العش الطيور، ترسل الأنغام عطرا في الزهور، سبحت لله في العش الطيور، ترسل الأنغام عطرا في الزهور، تصنع العش وتسعى في البكور، عيشها في رزق من، وهي أيضا صنع من، عيشها في رزق من، وهي أيضا صنع من، الصانع الله والرازق الله، الصانع الله والرازق الله، الله الله هو الله. الله الله، ربنا يزهر، الله يفتح عليك. طيب خليني أعرف منك برضو يعني إزاي بتنمي الموهبة دي، حتى موهبة الإنشاد الديني بتتطلب طول الوقت أنك تشتغل عليها. والله حضرتك هو السماع الكتير أن المنشد لازم يسمع كتير، لازم يسمع كتير جدا، كمان في من المدائح والقصائد النبوية والأناشيد والابتهالات، وغير كده لازم يقول كتير برضو، يعني هو بيسمع وبيقول الاثنين، بحيث ان هو في السماع بيدرك يعني بعض الـ الـ الحاجات اللي هي مع المبتهلين نفسهم الكبار، بيكتسب منهم الخبره في الانشاد نفسه، ازاي يبدا، ازاي الحته دي يقولها بنفس الطريقه اللي هو المبتهل كان بيقول بيها، او صاحب الابتهال نفسه كان بيقول بيها. وبعد كده هو لما بيبدا يقول بيبدا يكتشف، بيسجل لنفسه مثلا، او الناس بتسمعه، مثلا حد زي حضرتك استاذ احمد مثلا بيبدا يقول له لا الحته دي ما تتقالش كده، الناس السميعه اكتر زي استاذ احمد كده ما شاء الله يعني، وزي حضرتك برضو بيبدا يقول له لا طب انا دي حابب اسمعها بالطريقه كذا، طب انا دي سمعتها مثلا من الشيخ فلان كذا، طب ما ايه رايك تقولها لنا بالطريقه دي، فبيبدا يدرب نفسه ويبدا يسمع القطعه نفسها اكتر واكتر، وبيبدا بقى بعد كده يقولها. صحيح. بنفس الطريقه يعني ان شاء الله. طبعا هو ما فيش شك ان الناس السميعه مهم ان هم يقولوا رايهم، لكن المختصين ده الاهم بقى يا شيخ علي. يعني انت مثلا قلت ان احنا نسمع كتير، طبيعي ان اي منشد او مبتهل اولا تكون عنده الموهبه زي ما ذكرت انت في البدايه، ان يكون ودنه موسيقيه زي ما بنقول، يقدر يسمع فعلا الاداء عامل ازاي، اللحن عامل ازاي عشان يجيبه، وكمان الدراسه. يعني انت قلت انك تقدمت اكتر من مره للنقابه لكن عندك مشكله في دراسه المقامات. كل الشيوخ طبعا ده بخلاف ان الشيوخ والكبار اللي كان عندهم موهبه في الاساس واللي ما تعلموش المقامات، لا في ناس كتيره جدا دخلت وتعلمت المقامات، وازاي المقامات ساعدتها سواء كانوا حتى قراء القران الكريم او حتى منشدين ومبتهلين، فاعتقد ان هي نقطه مهمه جدا. اكيد طبعا، هو دراسه المقامات الصوتيه يعني، وان كان
بعض المنكرين بيحرموها علينا وهي ما فيهاش تحريم ولا حاجه. احنا كل واحد فينا حضرتك اي صوت بيصدر فهو ده المقام الصوتي، ده مقام يعني حضرتك بتتكلم بطبقه معينه فهو ده المقام الصوتي. صحيح. استاذه جمانة بتتكلم بطبقه معينه فهو ده المقام الصوتي. انا كل واحد فينا ليه، كل واحد فينا ليه طبقه صوت معينه، بتكلم بمقام معين بيعبر عن الفرح، مقام تاني بيعبر عن الحزن، مقام تاني بالظبط. كل حاجه بتؤدي لحاجه مختلفه او بتعبر عن حاله مختلفه. طبعا هو كل واحد فينا عنده طبقه صوت معينه هو ده المقام الصوتي بتاع الصوت بتاعه. اما هي ما فيهاش شيء من الحرمانيه ولا حاجه، وده شيء اساسي عند كل منشد وعند كل مبتهل وحتى قراء القران الكريم، بحيث انا مثلا ما ادخلش اقرا يعني ايات النعيم مثلا وانا بقرا بقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس النزل مثلا، وبقولها للمستمع وانا مكشر صوب او بمقام صوب او مثلا حزين او بمقام حزين كده. طب ده واحد هيدخل الجنه، انت كده بتكرهه في الجنه. فين النهوان؟ طيب بالظبط كده. طيب حد تاني هيقرا مثلا ايات عذاب او ايات فيها وعيد او نذير مثلا للمشركين او للكفار، ما اروحش اقولها له وانا فرحان، ابقى قاعد مبتسم مثلا، وانا او الصوت او طبقه الصوت نفسها اللي انا هقول بيها والمقام اللي انا هقول بيه يبقى مقام فرح، بحيث ان انا كده انا بوصل له ايه، انت هتدخل النار فانت مبسوط بس. فهي هنا بتبقى دراسه المقامات شيء اساسي لكل منشد، وانا بفضل الله من فتره قريبه مش بعيد يعني بدات في الموضوع ده الحمد لله. ربنا معاك طبعا، كل التوفيق. ربنا يعز حضرتك يا استاذ احمد. طيب تحب تنشد لنا ايه دلوقتي؟ ننشد ان شاء الله لاجل النبي برضه. تفضل. ان شاء الله. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتنا على النبي، لاجل النبي. يا إلهي الكل كلي كلي، لاجل النبي، لاجل النبي، انت عالم بيا كلي كلي، لاجل النبي، لاجل النبي، يظلموني انت شايف، يتهموني انت عارف، من عبادك ايه حصل لي، ايه حصل لي، وانا في جاه النبي، تكرم عبيدك والنبي، وانا حبيبي حبيب النبي، تقبل صلاتي على النبي، وانا في جاه النبي، تكرم عبيدك والنبي، وانا حبيبي حبيب النبي، تقبل صلاتنا على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، والقعدة حلوة والنبي عند النبي، ولاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتنا على النبي، لاجل النبي. ربنا يرزقنا جميعا الزياره يا رب. يا رب اللهم امين. جماعة يا رب. كل الشكر لحضرتك، شرفتنا ونورتنا الشيخ والمنشد الديني علي تمام، شكرا جزيلا ليك. العفو، ربنا يعز حضرتك. شكرا لحضرتك.